بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دروس. موضوع درسنا لهذا اليوم مسائل تدريبية على القوة والحركة في بعدين. المسائل الأولى للصف الأول ثانوي، الفصل الدراسي الثاني، المادة فيزياء المستوى الثاني. سنتعلم اليوم أيها الكرام كيف نستطيع حل مسائل تدريبية على درسنا الماضي القوة والحركة في بعدين. سبق وأن درسنا في درسنا الماضي القوة والحركة في بعدين، وتعرفنا على المقصود بالاتزان، وقلنا أن الجسم يتزن عندما تكون محصلة القوى المؤثرة عليه صفر، ويحدث الاتزان عندما يكون الجسم ساكن أو جسم متحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم. وأيضا تعرفنا على ما يسمى بالقوى الموازنة والحركة على مستوى مائل. فالحركة على مستوى مائل أيها الكرام كما هو موضح في الشكل تعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول، القوة الجاذبية الأرضية تؤثر نحو الأسفل في اتجاه مركز الأرض. القوة العمودية تؤثر في اتجاه عمودي على السطح في اتجاه واي الموجب، وقوة الاحتكاك وتؤثر في عكس اتجاه حركة الجسم. واستطعنا أيضا كيف وتعرفنا على كيف نقوم بتحليل مركبتا الوزن لجسم على مستوى مائل، وقلنا أن سبب تحليل هذه المركبة لأن هذه القوة ليست منطبقة على أحد المحاور، فلا بد من تحليلها إلى مركبتين، مركبة على محور X ومركبة على محور Y. وعرفنا أن المركبة على محور X FGX تساوي FG sin theta، والمركبة على محور Y FGY تساوي FG cosine theta، وهي التي تساوي القوة العمودية هنا في هذه الحالة. أيضا تعرفنا على التسارع وكيف نستطيع حساب التسارع لجسم على مستوى مائل، وقلنا أن الحركة فقط على محور X فليس هناك حركة على محور Y، فالتسارع على محور Y يساوي صفر، والتسارع على محور X يساوي J sin theta في ميو K كوساين theta. الآن سنقوم بتطبيق بعض ما درسناه في حل المسائل. المسألة الأولى، أوجد القوة الموازنة للقوة الموضحة في الرسم التالي. هذه القوة لدينا ثلاث قوة في هذا الشكل. القوة الأولى F1 50 نيوتن في اتجاه يصنع زاوية قدرها 60 في الشمال الشرق، والقوة الثانية 70 نيوتن في اتجاه يصنع زاوية قدرها 30 غرب شمال، والزاوية أو القوة الثالثة هي القوة 100 نيوتن وتصنع زاوية مقدارها 45 في اتجاه الجنوب الشرق. فكيف نستطيع إيجاد القوة الموازنة؟ لابد أولا من إيجاد القوة المحصلة، والقوة الموازنة تساوي القوة المحصلة في المقدار وتعاكسها في الاتجاه. ولإيجاد القوة المحصلة هنا أيها الكرام لابد أن نقوم بتحليل كل قوة إلى مركبتين. القوة هذه نحللها إلى مركبتين، القوة رقم 2 نحللها إلى مركبتين، والقوة الثالثة نحللها إلى مركبتين. ثم بعد ذلك نحسب المركبات على محور X والمركبات على محور Y مع مراعاة الإشارات، ثم نحسب المحصلة، والمحصلة تساوي القوة الموازنة في المقدار وتعاكسها في الاتجاه. فإذا نبدأ على بركة الله في إيجاد مركبتا كل قوة بالجدول التالي. نلاحظ هذا الجدول أيها الكرام، القوة الأولى 50 نيوتن راح نحللها إلى مركبتين، مركبة على محور X ومركبة على محور Y، والقوة الثانية والثالثة وهكذا. نبدأ الآن أيها الكرام بتحليل المركبة الأولى. نلاحظ هنا أيها الكرام القوة الأولى نحللها أولا على محور X بهذا الشكل، تكون هذه القوة نسميها F1X، وهذه القوة الثانية سنقوم بتحليل القوة الثانية على محور Y أيضا F1Y،
نلاحظ هنا نقطة مهمة جدا أيها الكرام، أن هذه الزاوية هنا المجاور لها الإكس والمقابل لها الواي، فالمجاور دائما يأخذ الكوساين والمقابل يأخذ الساين، فتصبح المعادلة أو المركبة كالشكل التالي: المركبة على محور إكس تأخذ الكوساين، كوساين الزاوية طبعا 60، والمركبة على محور واي راح تأخذ الساين، ساين الزاوية اللي 60. بقي عندنا قيمة القوة اللي هي 50، قيمة القوة اللي هي 50. هذا بالنسبة إلى المركبة والقوة الأولى، قمنا بتحليلها إلى مركبتين، مركبة على محور X ومركبة على محور Y. نأتي إلى القوة الثانية، هذه القوة نقوم بتحليلها إلى مركبتين، مركبة على محور X سميها F2X، ومركبة أيضا على محور Y راح نسميها 2F2Y. ونقوم نلاحظ هنا أن الزاوية هنا تكون مجاورة للواي، فيكون الكوساين بجانب الواي، فتكون بالشكل هذا، هذا الكوساين هنا، كوساين الزاوية اللي 30، وبما أن المركبة واي كوساين فالإكس يكون ساين 30، ونكتب قيمة القوة اللي هو 70. نقطة مهمة جدا هنا أيها الكرام، نلاحظ أن الإكس في هذه المركبة يكون في اتجاه إكس السالب، فلا ننسى أن نكتب إشارة الإكس السالب هنا، سأضعها بلون آخر حتى تكون واضحة بهذا الشكل. نأتي الآن إلى تحليل المركبة الثالثة والقوة الثالثة، F3 تساوي 100 نيوتن. نلاحظ هنا أيها الكرام أن نحللها إلى مركبتين، المركبة الأولى نسميها F3X والمركبة الثانية F3Y، ونقوم نلاحظ هنا أن الزاوية مجاورة للإكس، فيكون الإكس هو الكوساين، تصبح العلاقة كالتالي: كوساين الزاوية 45، وبما أن المركبة على محور إكس كوساين، فإن المركبة على محور واي راح تكون ساين 45، والزاوية والقوة المؤثرة هنا 100. لكن نلاحظ أيضا النقطة المهمة جدا، الإشارات، حيث أن هنا F3Y تكون في اتجاه Y السالب، فتكون الإشارة هنا سالبة، وسأضعها بلون آخر، إشارة الواي السالب. الآن نقوم أيها الكرام بحساب المركبات على محور X والمركبات على محور Y. سنقوم بحساب هذه المركبات على حدة، ثم هذه المركبات على حدة. فنقول هنا R X يساوي 50 كوساين 60 ناقصا 70 مع مراعاة الإشارات، ساين 30 زائدا 100 كوساين 45، ويكون جواب هذا السؤال هو 60.71 نيوتن. هذا بالنسبة إلى الـ Rx. نقوم بحساب الـ Ry. Ry يساوي 50 ساين 60 زائدا 70 كوساين 30 ناقصا 100 ساين 45، ويكون جواب هذا السؤال هو 33.21 نيوتن. الآن نقوم بحساب المحصلة، حصل R تساوي جذر تربيعي لRX تربيع زائدا
ار واي تربيع ويساوي جذر 60.71 تربيع في 33.21 تربيع، ويكون قيمة المحصلة تساوي 69.19 نيوتن. هذه بالنسبة إلى المحصلة. أما القوة الموازنة فإنها تساوي القوة الموازنة المطلوبة في السؤال، فإنها تساوي 69.19 نيوتن، لأن قلنا فيها في تعريفها أنها تساوي القوة المحصلة في المقدار وتعاكسها في الاتجاه. هذا بالنسبة أيها الطلاب والطالبات المبدعون إلى كيفية حل هذا السؤال وإيجاد القوة المحصلة بتحليل القوى الثلاث إلى مركباتها على محور X وعلى محور Y. ننتقل إلى سؤال آخر. يستقر صندوق وزنه 562 نيوتن على سطح مائل يصنع زاوية قدرها 30 فوق الأفقي. أوجد مركبتي قوة الوزن الموازية للسطح العمودي عليه. في هذا السؤال فقط يريد مركبتي قوة الوزن فقط، لا يريد أي مطلوب آخر، لذلك طريقة الحل كالتالي. نلاحظ هنا أيها الكرام من هذا الشكل أن FGX في اتجاه X السالب وFGY في اتجاه Y السالب، لذلك جميع المركبتان لابد أن تكون بإشارة السالب. إذن نقوم أولا بكتابة المعطيات المهمة في هذا السؤال. المعطى الأول عندنا أيها الكرام هو الإف جي يساوي 562 نيوتن. كذلك الزاوية تساوي 30 درجة، والمطلوب أيها الكرام المطلوب الأول هو FJY وFJX. فFJY هي القوة الموازية العمودية عليه، والقوة FJX هي القوة الموازية للسطح. إذن أولا القوة الموازية للسطح FJX وتساوي FJ في ساين الزاوية، ولا ننسى إشارة السالب كما أسلفنا هنا في النقطة المهمة هنا أنها في اتجاه X السالب، وتكون قيمتها سالب 562 في ساين الزاوية اللي هي 30، ويكون جواب هذا السؤال هو 281 نيوتن ولكن بإشارة السالب. أما مركبة قوة الوزن العمودية عليه فهي الـ FJY وتساوي سالب FJ كوساين ثيتا وتساوي سالب 562 كوساين الزاوية 30، ويكون جوابها سالب 487 نيوتن. هذا بالنسبة إلى حل هذا السؤال أيها الكرام بكل بساطة. فقط المطلوب مركبتي قوة الوزن الموازي للسطح والعمودية عليه. نلاحظ هنا أن الـ FGX في اتجاه السالب من مخطط الجسم الحر، وكذلك الـ FGY في اتجاه السالب، و الجسم يتحرك في مستوى مائل بزاوية. أوجدنا مركبتي قوة الوزن الموازية للسطح والعمودية عليه. سؤال آخر. ينزلق سامي في حديقة الألعاب على سطح مائل يصنع زاوية قدرها 35 مع الأفقي. إذا كانت كتلته 43 ك
كيلوغرام. فما مقدار القوة العمودية بين سامي والسطح المائل علما بأن ج تساوي 9.8 متر لكل ثانية تربيع؟ رسم المحاور، محور X ومحور Y، حيث هذا نسميه Y الموجب وهذا X الموجب. نلاحظ هنا أيها الكرام أيضا تأثير القوة الثلاث، القوة العمودية Fn إلى أعلى في اتجاه Y الموجب عمودية على السطح، وقوة الجاذبية إلى أسفل Fj بهذا الشكل، وقوة الاحتكاك معاكسة لاتجاه الحركة Fk. نقوم الآن بتحليل مركبة الوزن على محور X وعلى محور Y، فتكون بهذا الشكل. نسمي هذه الأولى Fjx، ونسمي الثانية هنا على محور Y Fjy. المطلوب فقط مقدار القوة العمودية، مقدار القوة العمودية. نلاحظ من الشكل مقدار القوة العمودية Fn بين السامي وبين السطح المائل، فهذه القوة العمودية هنا تساوي فقط Fjy كما تلاحظون Fjy. فيكون حل السؤال كالتالي: الحل Fn تساوي Fjy فقط وهو المطلوب، وتساوي من تحليل المركبتين تساوي Mj كوساين الزاوية. ونعوض بالأرقام الموجودة الM 43 ضرب تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 في الزاوية 35 درجة، فيكون القوة العمودية تساوي 345.2 نيوتن. هذا أيها الكرام بالنسبة لحل هذا السؤال، والمطلوب فقط القوة العمودية، والقوة العمودية هنا تساوي Fjy. ننتقل إلى سؤال آخر. تعلمنا اليوم أيها الكرام مسائل تدريبية على القوة والحركة في بعدين. أول المسألة كانت على حساب القوة الموازنة، والثاني مسألة، والثالثة كانت على الحركة على مستوى مائل، وطبقنا عليها كيف نستطيع تحليل مركبتا الوزن لجسم على مستوى مائل، وكذلك تطبيق القوة الموازنة وكيف نستطيع حسابها بعد حساب القوة المحصلة. مراجع درسنا لهذا اليوم الفيزياء للصف الأول ثانوي المستوى الثاني الفصل الدراسي الثاني، معجم الفيزياء المصور الفيزياء للأدباء سلسلة التبسيط وسلسلة بالبيض التعليمية. للتواصل من الدروس على موقعنا على الإنترنت، للتواصل أو المزيد من الدروس على موقعنا على الإنترنت أو على حساب دروس في تويتر أو على الهاتف المجاني. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.